استنى حمودة فوتني الأول. خالتي مين؟ هيكون مين يا خالتي؟ يا أختي أم العروسة يا أختي. يا سلام عليك يا صفية، يعني هي الأوضة يا أختي ما كانتش تنفع قراية الفاتحة؟ يا لهوي اللي هنعيده ونزيده بقى. هو تحكيم رأي وخلاص يا صفية. هو تحكيم رأي. هنقرا الفاتحة في بيت العروسة يعني في بيت العروسة. قومي بقى يلا حمودة يلا برنس خش بقى أول محل. يلا يا اختي على مهلك جتك نصيبه. على مهلك انت عملت حاجه يا ولد. اوعى كده انت وهو اول دي الفراخ مالها يا اختي؟ ما مالهاش عايزه تلمع دمها. لا تكون شايف عرسه ولا حاجه. لا مفيش عرس يا اختي مفيش اطمني ده فراخ تاكل العرس نفسها. خدوا بالكوا بقى قال يعني الفاتحه ما تتقريش الا في بيت العروس. على عيال يا حاجه بقى وعايزين يفرح. امال يا اختي الواد المنيل عبد الله راح فين؟ العريس راح يجيب الاستاذ تمام. يا واد اتعدل يا واد هتوديني في داهيه. يا واد يا حموده اتعدل يا واد بعد الشر عليكي من الداهيه. يا اختي اوزن ايدك يا واد ايه؟ ما توزن يا حموده. يا ساتر يا رب. ده جاي من انهي مصيبه ده؟ ده ابن ام حموده اللي كانت جنبنا هنا. يا ساتر. روحي واد الناحيه الثانيه. اوعي كده شاكرين يا حموده. اوعي ايه ده؟ يا بنت اوعي يا بنت انت وهي يا جماعه. يا عيال اوعي كده انت وهو يا ساتر. على مهلك يا اختي. ايه ده؟ طب عزيزه يا حبيبتي على مهلك. اقعدي يا خالتي. اسم الله اسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. لحماتك يا بنت كده. ايه الشحطاطه دي؟ خلاص بقى يا حاجه وليله. خدي يا خالتي. يا اختي خطوه عزيزه. الف هنا. يا لهوي صاحبي اكتم يا وليه الراجل عيان وراق دي الفضايح دي. ايه يا وليه؟ ما كناش نزغرط البت النهارده هنزغرط لها ايه؟ بس تاكل وشك يا خالتي. قولي لي عملت ايه في الاوضه؟ اكلم لك صابر المنجد ايده تتلف في حرير. طبعا ما احنا هنكلمه يا حاجه. انا بس بقول يعني ان كده نستنى شويه على ما نتفق يعني على كل حاجه كده. واحنا كل ده لسه ما اتفقناش. بقول لكم ايه احنا نهيص للبت شويه بقى. امال ايه؟ وطي صوتك يا وليه الراجل لسه خارج من المستشفى. هنوطي صوتنا هنوطي صوتنا. وطي ايه بس بلاش فضايح يا ساعتين يعني. يحيى ابوها وشنبو. يحيى ابوها وشنبو. ان ما حدش غلبو. تعال والله البيت هينور النهارده هينور. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ارموا شويه تراب على الميه دي لحسن حد يتزحلق. والله يا رامينا ومفيش فايده الماسوره لازم تتصلح. تتصلح عشان ابليس في الجنه ماسور تاه اللي تتصلح. هو في حاجه بتبوظ في البلد دي وتتصلح؟ يلا ربنا يصلح لنا الحال ونخرج منها على خير. على خير ان شاء الله على خير. اتفضل يا استاذ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجة؟ اهلا وسهلا. زرنا النبي يا استاذ تمام. عليه افضل الصلاة والسلام. شرفتنا يا استاذ تمام. أول مرة تخشي بيتنا. أدينا دخلناه في الأفراح يا بنت أهو ربنا يديمها. يا رب. أنتوا نزلتوا ستكم عبد الله ليه بس؟ قال إيه صفية حكمت رأيها. قال الأوضة عندي ضيقة وما تسعش قراية الفاتحة. معلش يا حاجة وجودك برضه مهم عشان تملي اليوم كله بركة. النبي يا اخويا دي قله عقل وشحططه. خلاص ربنا يكفينا شر قله العقل والشحططه. ها نتكل على الله ونقرا الفاتحه. وماله يا استاذ تمام انا يعني بس بعد اذنك حابه كده ان احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان تبصم انت بقى عليهم. لا استنى يلا يلا يا اختي انت وين؟ يلا نطلع بره يا جماعه عايزين يتكلموا كلمتين. راجعين تاني يا حاجه وهنزغرط ونهيص للصبح. على مهلك يا اولاد. يلا بينا. على مهلك يا اختي. استغفر الله العظيم يا رب. مش محتاجه راجل يا ام صباح مش محتاجه راجل. انا يا استاذ تمام عليا اوضه النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ. قال لك كراكيب من اولها اهو يا اختي. ما يقصدش ما يقصدش ملف السعد يا ابني. خلاص يا استاذ تمام خلاص ما تزعليش. حاجات المطبخ وشويه القطن والتنجيد عليهم. القطن عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره
والقطن يكون سكيرتو. اه مش اي قطن. سكيرتو يا ام سكيرتو ايه؟ سكيرتو ان شاء الله. ها قلت ايه يا صفيه؟ موافقه يا استاذ تمام. مش حاضر يا اخو. لا حول ولا قوه الا بالله. وبتعيطي ليه دلوقتي يا صفيه؟ كان نفسي ابوها هو اللي يقرا فتحتها. تعيشي وتفتكري. بس هو انا مش مكان المرحوم ولا ايه؟ يا خرابي ده انت ركبت الحاره خربت. خلاص يلا باب البركه يا جماعه. نقرا فتحه عبد الله ابن فيسا على صباح بنت صفيه. بس اعذروني انا يا استاذ تمام. يلا ندعي لهم كمان ان ربنا يبارك لهم وييسر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تقدري على قاعده في الجامع يا وليه؟ لازم تخلصي الدرس كله. طب وانا في الجنه؟ وانتي مالك انت؟ الله، وانتي ما بتروحي طول النهار يوم الحد تلزقي في الكنيسه يا بنت؟ حد بيقول لك حاجه؟ يا اختي يا رب انا قدس وانت بتنجي في نفس اليوم. من بقك لباب السما. بس ستر البنت الاول. قولي يا ام عبد الله هتجنني. ما تفهميش ليه مصممه على مرتبتين. لا اله الا الله. يا اختي ده احنا دخلنا على ربع مرتبه لا قلنا اه ولا اي. ما هي مش عايزه ابنها يتوجع. بس عاديه. بس انطر القطن بقى غالي قوي. ربك هيسهلها يا رب. خايفه ما سطرش البنت. يا لهوي ده انا تبقى وكستي مش على حد. انت مش هتقبضي الجمعيه الشهر ده؟ ده هي دي نجدتي. ربنا بس يشفيها عم منصور يا رب. بقول لك ايه؟ ما تيجي بكره الصبح نروح نشق عليه. وماله هنوبنا سواب؟ صابا هاخده لوحدي. انت مالك انت؟ يا اختي نصاصي بلاش طمع. انت حبه ولا حبه؟ لذلك يصل الحجيج الى جبل عرفات. هناك تبدأ الشعائر الدينية كما أمرنا الله. سامع يا واد؟ حتى غروب الشمس. بيقول لك هنقف على عرفات لحد المغرب. النبي تنولها لي يا رب. يا رب الاقي فرد الشبشب السودا كانت هنا. راحت فين؟ عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابورت؟ الصور اللي معاك يا ابيض واسود ما تنفعش، لازم تتصوري. ده ما تصورني يا اخويا. اصورك ازاي؟ اقرب مصورتي بعد 2 كيلو من هنا. اشيلك على كتفي واجري ولا اعمل ايه؟ جيب لي المصورات يصورني هنا. ازاي بس يا ام؟ ازاي؟ يا واد انت مخنوق عليا كده ليه يا واد؟ كل ما اجيب لك سيره الحج قولي لي اعمل ايه وانا اعمله واحط جزمه قديمه في بقي. انت يا واد هتدفع لي حاجه من جيبك في الحج ولا في الصور؟ اسم الله. هاي فين الشبشب ايه؟ بس انت روح قول له الحاجه نفيسه النبي يا رب تسمعها مني. قول له قول له امي هتحج، قول له عايزاك تجي لها الاوضه تصورها واللي هو عاوزه ياخده. حاضر يا ام. النهارده يا واد. حاضر يا اما. في حاجه تاني؟ رد عليا كويس يا واد، مش كل ما اجيب لك سيره الحج لسانك يتعوج. الله. حاضر. وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ. طب غور غور من وشي يا واطي. حاضر حاضر. غور جاتك غارت غرغرت. لو ليا هم شويه انت هتكعتي ولا ايه؟ فاشر يا اختي، بس هو المشوار اللي يهد الحيل. انت قلت لي جيت معاكي، بس انت عرفتي مني يا روبا انت الراجل ده عامل تخفيضات عشان تبقي تسمعي كلامي بقى لما اقول لك على حاجه. سمعنا. يا لهوي بص الواد بيكرس القطن زي احنا في عرض ندفع. كان متجمع بسوق العيش. قرص. ما تبقيش تقولي للبنت صفيه على تمن الصين، لحسن تقفش. يا وليه شيلي عينك من على القطن. في قطن زي الفل يا اخي. الله يسلمك يا حبيبتي. هنعمل ايه؟ قدر ربنا. ربنا يجاوبهولك بالسلامة يا رب. ايه الأخبار يا ست سامية؟
أكل حاجة النهاردة؟ ولا شرب مي. الشيف إن شاء الله. الحمد لله. إيه يابا بقى؟ شد حيلك كده. طب يابا هروح أنا للعيال وبعدين أبقى أجيلك. لو عوزت حاجة أبقى أندهلي ها؟ بقول لك ايه يا سعيد، في حاجه بينك وبين سناء؟ لا يابا ابدا. المهم يابا انت عامل ايه؟ الحمد لله. بص يا سعيد، البيت والدكان ليك انت واختك سناء ومراتي ساميه وابنها بما يرضي الله. ايه يابا اللي انت بتقوله ده؟ شد حيلك. بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يابا؟ وفي حد هياخد حاجه معاه؟ اسمع الكلام، أنا مش هكتب حاجة لحد، وكل حاجة تتوزع حسب شرع ربنا. ونعم بالله، طمن، كل حي هياخد حقه، بس أنت إن شاء الله هتعيش يابا، هتعيش. ربنا يكرمك يا ابني. طب قول لي بقى، أجيب لك شوية شوربة ولا أجيب لك عصير؟ لا يا ابني، قوم روح الورشة وما تقفلهاش، هي اللي لماكم. ودي لأختك سناء العشرين جنيه بتوع كل يوم. بتاخدهم يابا على داير مليين وهي عندك، اسألها. ربنا يكرمك يا ابني. بقولك يا عم نبيل، ما تشوفنا أي حاجة يا عم الحاج؟ الدنيا ناشفة قوي على آخر اليومين دول. ماشي حلاوة، بس أنت فتح مخك وشغل دماغك اللي شبه الدبشة دي. ليه بس؟ يعني لما لغيك على نقل تراك مبراني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف. يا جدع ما تأخذنيش، ما كنتش اعرف، كنت فاكرها عادي على اساس ان هي عربية ابوك. ها ايه ده يا ولا؟ ايه العود ده؟ قالها ده عود ايه؟ على البيت. يا سلام بقى لو شوية مية تدلدقوا. يا مزاجي. ايه ده قالها؟ دي صباح هلا. حبيبتي ايه يا بنت صباح؟ ايه عبد الله في ايه؟ ايه اللي عامل نفسك ده يا بنت؟ الميه مقطوعه بقالها ايام. ماشي تولع الميه، بعد كده لما تعوزي ميه بقولي لي انا اشيلها لك. هاتي. ما تقوليش تتهزي كده وانت ماشيه في الشارع. يلا قدامي. حلاوته. يلا. عايزة ايه؟ وحشتني يا بنت. يا بنت احنا مش اتفقنا كل واحد فينا يروح لحاله؟ زلني يا اخويا، زلني عشان بحبك وكده اهو. يا بنت، يا بنت احنا ما ننفعش بعض. ليش معنى دلوقتي يعني؟ ما تسألي نفسك يا تهاني. طب والله العظيم افضحك، روح اقول لابوك انك انت بوستني. تفتكر هيصدقك؟ طب بص ما تسيبنيش، مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجب البس لك طرحه من بكره. طرحه ايه؟ هو الحجاب طرحه؟ امال عاوز ايه ده؟ امشي 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 امشي. مين؟ في ايه؟ مفيش ياما، ده كلب ايش؟ خشي نامي. ما تنامي انت كمان، كفاياك شاي. خيم ده انت؟ مالكيش دعوه. يوه اعرفينا انت كمان. السلام عليكم. ولا شوقي تعالى هنا. ايوه حاج. ايه ايه ده اللي تعمله في شعرك يا عادي من الشعور يا مايس؟ ايه ولا الحاله دي ولا الحلاقه الحمار؟ اصل المرايه بتاعته كانت مكسوره. ايه يا حاج وحشه ولا ايه؟ انت هتستهبل. خلاص يا حاج لو مش عاجباك هلبس طاقيه دريه. طاقيه تخفيك يا بعيد. ايه ولا القصة اللي عاملها زي البنات دي؟ هي حصلت يا سافل. انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحة دي، قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني راجل تاني، فاهم ولا لا يا ولا؟ هتقول له ايه؟ رجعني راجل. هتقول له ايه؟ رجعني راجل تاني. حاضر حاضر يا حاج. شايفه؟ في ايه يا اخويا؟ بالكوا بزعقوا ليه بس؟ مش شايفه؟ مش شايفه ابنك؟ مش شايفه القصة اللي عاملها زي البنات؟ هما تلبس فستان يا ولا عشان ابقى خلفت بنتين، ابقى ما خلفتش راجل. بتضحك على ايه يا بنت الكلب؟ يلا هلا روح قول له رجعني راجل. حاضر حاضر. يلا حاضر حاضر. جاتك البنا؟
بس يا اخويا اهدى شوي، ما كل العيال كده تلاقيها الموضه. موضه ايه وهباب ايه؟ قطعه الموضه وسنينها اللي تربينا عليه يا زينب طول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل، شكلنا مضمون. عندك حق يا اخويا، بس اهدى شوي. اهدى ازاي بس؟ انا حاسس ان الواد ده بيفلت من ايدي. ليه بس؟ ما هو زي الفل اهو. طب ده حتى كمان بيصلي. بيصلي؟ بيصلي وايه كمان يا زينب؟ طول النهار والليل على القهوه وعلى النواصي. يا اخويا ما هو من ساعه ما خد الدبلوم وهو قاعد في البيت، هيروح فين؟ مستني التعيين. خليه يخلي جنبك بقى لما يجيله التعيين. ما انت بس يا اخويا لو تشوف له كده شغلانه مش يكون احسن؟ انا اللي اشوف له شغلانه وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانه لنفسه ليه؟ عيل. الحاجه الوحيده اللي انا عذره فيها ان البنات دي فعلا بقت مقفله، والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك على الدقون، لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم، هي فلوس بيلموها من الخلق وخلاص. يا ريتني كنت رميته في ورشة ولا علمته بجد. زينب قوم اعملي لي كوباية شاي ولا دماغي تلبت. حاضر يا اخوي، بس انت اهدى شوي. يا عباد الله صحيح الله، حاج منصور وانا سعيد منصور السمكري توفى الى رحمه الله، والخارجه بكره بعد صلاه الظهر شارع سامح. اسم الصليب هو مال المطبخهم حوالين الحاره كده. خش انت حمل كراسي علشان توديها لعمك سعيد. يا عباد الله صحيح الله، حاج منصور وانا سعيد منصور السمكري توفى الى رحمه الله. منصور ابو سعيد فلوس الجمعية، يا خرابي يا خرابي يا اختي، فلوس الجمعية بنت جوزتها باظت، اعمل ايه؟ يا نهار اسود. قومي يا صفية ندخل جوه المكتب. الاقيها منين ولا منين؟ قومي يا اختي، قومي يا اختي عشان ما تلميش عليك الناس. تفرش بك حاره ولا نص حاره؟ لا حاجه عاديه كده. طب يلزمك بوفيه؟ عمنا بوفيه من احزانهم، هو موت وخراب ديار. ماشي يا استاذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. دوام لله يا سعيد، شد حيلك كلنا له. شد يا سعيد، شد على الناس كده. مش عايز اي حاجه، اي خدمه، اي مساعده. خيرك سابع يا استاذ سلمان. هتدفن امتى ان شاء الله؟ مش هدفن، استنى ما يجوا امامي بالبلد. وماله؟ مع ان اكرام الميت دفنه احنا عندنا بكره بطوله، هيروح في ميعاده باذن الله، مالناش دخل كده. طب يا اسطى هشد انا؟ ماشي يا اخويا. انت قلت ايه يا ابني؟ هشد انا؟ ايه اللغه دي؟ احنا قاعدين في غرزه، ما تنقي ملفظك يا اخي، هشد انا. الدنيا اللي بقت كده يا استاذ. دنيا ايه اللي بقى كده؟ ده انتوا اللي خليتوها كده. لا حول ولا قوة الا بالله، كلام فاضي. وانت تشرب سيجارة، احترم القرآن يا أخي، ارمي السيجارة دي عيب. صح. يا لهوي! يا الله سبتني البيت! سبتني البيت! عيب اللي بتعمليه ده يا سناء يا بنتي، حرام عليكي كده، حرام! بنته يا أستاذ تمام، بنته! بس بس يا أستاذ. واحد الله، قول يا رب كل الله الباقية في حياتك. أبويا يا أستاذ سلام، أبويا كده يا سعيد، وصل طولك أمال، ما تفرجش الناس عليك. لا إله إلا الله، قول لله يا أخويا، قول لله، واحد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انت بتعمل ايه يا فتحي انت كمان؟ اقعد اقعد. الله يرحمه. قلبه كان حاسس، قلبه كان حاسس انه هيموت. قال لي يا سامي انا حلمت اني لابس ابيض فاضي وماشي في خضره واسعه. اسكتي ما تقوليش ده حاجه حلوه قوي. والنبي والنبي ده في منزله عاليه 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 في الجنه ونعمها يا حبيبي، في الجنه ونعمها يا اخويا.
ربنا يسامحه ويغفر له بدل ما تراعي بالصوت الحياني ده. يا جماعة والله ده حرام، الموت مش بعيد عننا، ده ممكن نفس من الحقش ناخده كمان. صلوا على النبي، عشان كده لازم نأمن نفسنا في الدنيا دي من صلاة وعبادة ونطيع ربنا ونتصدق على قد ما نقدر. ما نستناش بقى أولادنا لما نسحت منهم صدقة ولا دعوة، عشان كده الميت بتنقطع كل صلته بالدنيا إلا الصدقة وولده الصالح يدعيله. يجيلي على مراته وليها دلوقتي ينفع دلوقتي؟ استهدي يا اختي كده بالله عشان صحتك يا والنبي كان حنين. نبي يستاهل القهر الله يرحمه. بل وحياة ربنا ده كان دايما يعمل جمعيات يفك بيها زنقة المحتاج. يا ربي حرام عليك يا صفية. يا منصور احنا بهجنتك يا شيخة يا غالي يا حاجة بس خطفت يا منصور. صلي على النبي. خطفت يا اخويا يا حبيبي. يا لهوي لا اله الا الله اسكت يا سعدية. فلوس الجمعية بدلها راحت. يا لهوي شاء 16 ضاع. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أقول إيه لعبد الله يا صفية عندك عيش ناشف؟ أصل أنا عاملة نابل. دوت يا منصور دوت تموت فيها منصور. ليه يا منصور يا لهوي دوقته. يا لهوي يا لهوي. اجلي اسكت ده بالله من لابساه. اكل حقي اكل حقي. ماهاش علي قبل ما يموت يقول لاي حد علي ايه للناس. عندكيش حاجه عايزه تجلسي اليوم اخدها بالمره؟ مالك يا مالك؟ مفيش حاجه غير تعملي ايه؟ بتعيطي ليه ياما؟ عشان فلوس الجمعية؟ يا اختي قطعة الجمعية اللي عايزها. يوه ياما وانت ما بتطلبوهمش من ابنه ليه؟ يا بنت سيبيني في حالي ما تخلينيش بقى اطلع على نفسي جزمة وولع في روحي. خليكي كده ياما. خليكي كده انكتي في نفسك. مش عاوزة اتجوز ياما. مش عاوزة اتجوز ريحي روحك. سعيد الباقية في حياتك يا اسطى. حياتك الباقية يا صلاح. لما مؤاخذة يا اسطى بس كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا صلاح؟ بص يا اسطى الجمعية بتاعت امي اللي هي كانت عاملاها مع المرحوم ابوك هي بس كانت مكسوفة تكلمك بس ده دين عليه يعني لازم تسدوه. انتوا ايه يا ناس؟ مفيش حد في عينيه حسود ملح. الراجل لسه نابه مشيش في طرباته. فلوس اللي عايزها امك يا صباح. ايه يا اسطى هو انا جاي اشحت منك وكان ايه اللي حصل؟ انا بقولها اهو قدام كل الحاره محدش يسالني في فلوس عند ابويا والدكان اهي
ما غابش سيري. لا جمعيات ولا بوتيكات ولا يحزنون يا ست صباح. صلى على النبي يا سعيد. يا كده يا بنت طب ايه يا مصطفى؟ ايه يما انا بطلب حقنا بس يا ولاد وخيه لك يا حال كسر حقك وتحد قالك اعملي حاجه؟ يوه يا ما اقفلنا يعني ملناش راجل؟ خلاص يا بنت بدك تفلك هنا خلاص يما عايزين حقنا يما كسر حقك انت خش جوه. شاي يا بابا. وصلت النوعية؟ أخش أكمل. ترد على التليفون ده وتخلصنا يا سيدي. لا يا حاج ده حد مش مهم. ما طول ما أنا موجود هنا مفيش حد مهم بيطلبك، كل حد مش مهم، مش كده؟ هو في حد أهم منك يا حاج برضه. ده والله. يا ابني ما ترد بقى. يا ترد، بقول لك يا ولا شوي. انزل اسرع في الحاره شويه، روح اقف على المصر، روح. لا لا يا حاج انا عايز اقعد معاك شويه. استغفر الله العظيم، ربنا يهديك يا شوي يا ابن زينب. عارف يا واد يا شوي يا ابني، زمان وانا عيل صغير وانا اصغر منك بكتير، وجدك الف رحمه ونور عليك. طيب لما قوم انا بقى. قومي فيه، مش لما تسمع الحكايه يا زينب. يا اخويا سمعتها كتير قبل كده، سمعها له هو. معلش اصل انا تعبان، عايز ارتاح شويه. طب يا اختي خش ريحي. متروح روح ريح ورا امك. لا 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 يا حاج انا عايز اسمع بجد يا ولا. زمان يا شوقي وانا اصغر منك بكتير، جدك الف رحمه ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيره وننزل نعيش في القاهره. ستك الف رحمه ونور عليها اول ما عرفت الموضوع ده عملت مندبه، اصل الله يرحمها كانت فاكرة إن مصر دي كباريه. أه والله كباريه، وإن اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باظ. الظاهر إن كان عندها حق. ليه بس يا حاج؟ ما أنت تربيت في مصر ويعني بسم الله ما شاء الله يعني. أنا إنما أنت مش ما شاء الله. معلش يا ابني ما تزعلش مني، أنا نفسي يا شوقي أشوفك كويس، نفسي أفرح بيك. عارف يا ولد أول ما نزلنا مصر جدك ألف رحمة ونور عليه وداني كتاب الشيخ أبو سريع. يا سلام، كانت أيام. أنا اتعلمت في الكتاب ده صح، اتعلمت القرآن والنحو واللغة. شوف أنت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس وبتغلط في التشكيل وأنت بتقرأ قرآن. آدي آدي اللي أنا شايفه منك. يعني لو كنا فضلنا في البحيرة كان حنا بقى غير كده خالص. يعني يا حاج هم اللي متربيين في بلدنا طالعين 10 على 10 في العربي. طب ما هو في ناس ما تعلموش من اساسه وشغالين في الارض. انا مش قصدي كده بس، انا قصدي الحياه بشكل عام. يعني تفتكر في حد في بلدنا هناك ممكن يقص شعره قصه زي اللي انت كنت عاملها؟ ولا يلبس بنطلون ساقط من على وسطه؟ في حد يعمل كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما ترد على التليفون وخلصني. خلاص يا حاج كنسلته اهو. كنسلته كايه؟ كنسلته. انت بتجيب الكلام ده منين؟ الملف الساعد يا ولد. ما هو ده بقى يا حاج اللي انا عايز اقوله لك. احنا جيل مختلف عنك خالص يا حاج، احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تانيه خالص يا حاج. تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي؟ ممكن تديني نظره كده لتفكيرك؟ شايف مستقبلك ازاي؟ قول، سمعني، اطربني. يعني يا حاج يعني انا نفسي اشتغل شغلانه كويسه يجي لي منها قرشين كويسين قوي، واشوف لي بنت كده اتجوزها تكون كويسه ويكون اهلها ناس كويسين قوي، ويعني نعيش في حته كويسه ونخلف عيال كويسين قوي. كله كويسه كويسين قوي، مفيش سيره ربنا في الموضوع. مفيش ربنا يقدرنا، ربنا يكرمنا، ربنا يسهل لنا. مفيش حاجه صعبه قوي تقدر تعديها وتتجاوزها، كله كده. استغفر الله العظيم يا رب. عرفت بقى اللي انا بقول لك عليه؟ خساره، جيل تافه، جيل ملوش اي طعم ولا اي معنى. رد رد يا اخويا على التليفون، رد. ما الحكومه عملت لكم موبايلات كويسه عشان تبعدوا عنها قوي وتضيعوا وقتكم في كلام فارغ قوي، وهي تلم من وراكم فلوس كتير قوي قوي. روم قوم يا واد من وشي، قوم قوم ريح جنب امك عشان تنام نومه كويسه قوي. قوم ربنا يهديك يا شوقي يا ابن زينب.
استغفر الله العظيم يا رب. قولي نعمل ايه يا سعدية يا اختي؟ اجلي الدخول. هما هيذبحوك يعني ولا كانوا هيذبحوكي؟ انا اتفقت قدام الاستاذ تمام والجمعيه دي محدش كان عارف عنها اي حاجه. اسمعي انا عندي حتتين مواعين ما تبلوش واديهم لمبيض النحاس هيخليهم قشطه وهم يسدوا. يا لهوي انا كمان هاخد نحاسك يا سعديه. يا ولية وانا بحتاج ايه؟ ده هما الحلتين وكام طبق. ما انتي عارفه ما فيش غير انا والراجل. عادل ابنك اخباره ايه؟ جيبليش سيرته. طب بس الله في ايه؟ وانا كل ما اسالك عنه تعيطي. اختي انا مش عارفه اجيب الاسود دي كلها منين. هي الغربه بتعلم الناس الاسود كده. 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش الا جوابين 20 جنيه استرميني من بيته. عملوا ساعتها 200 جنيه. يا لهوي 200 جنيه بس؟ انتي ربنا ما يحوج الشمال لليمين. يا اختي ربنا ما يحوج حد لعياله ابدا. امين امين. مش حوجة فلوس بالامانه ما هي فلوس. حوجة اني اشوفه بس يا اختي بقى. الواد وحشني قوي. النبي عارفه بس بقى. استغفر الله العظيم. القصد اجيب لك النحاس بكره. اعمل ايه؟ انطار القطن ب 500 جنيه. شوف انت مرتبتين ومخدتين كبار ومخده صغيره هياخدوا قد ايه دول؟ عم بيبكي وعم بيضحك. ربك هيعدلها. قولي يا رب. قولي يا رب. انت جيت يا مالك؟ مين بدري؟ وما نبهتش عليا ليه؟ ما انت عارف انا فين؟ انا كنت جاهز اي لقمه وسلام. ما تنساش لما تروح البلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنه قديمه هم بينفعوا. انا الصبيه عامل زي موضوع الجمعيه. اسكت يا ماهر. ده باينها مش هتطول ابيض ولا اسود. ولا هتطول مليم احمر. الواد سعيد ده بحر عويص. صفيه دي غلبانه. ربة البنت بطلوع الروح وهي مش عارفه اتجوزها. انا قلت ادي لها حتتين نحاس وهم ينفعوا. ايوه افضلي انت فارقه يمين وشمال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديكي. حتى عيالك. هو الواد عادل ما كلمكش؟ بقى يخاف يكلمني اطلب منه فلوس. لا واد ولا بنت نفرونه. انسيهم يا سعديه انسيهم. انت محتاجه حاجه؟ لا يا اخويا نشكر الرب. يعني هموت من الجوع؟ ما سمعناش ان حد مات من الجوع. وحتى لو هموت من الجوع عمري ما هطلبها بلساني. وهي مره وانعادت تعود وانت السبب. اسكت يا ماهر. قال انا قلبي بيوجعني كل ما بفتكر الحكايه دي. يجوا يتفرجوا على ام محمد بيض. ده ابنها بيبعت لها كل شهر شيء وشويات. اشترت حته ارض وبانت بيت في فصل يرد الروح. بص يا سعديه انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري. انا عايز اجدد بيت عمري مستور. امين يا اخويا امين. اتفضل يا عم كامل اتفضل. تشكر يا حبيبي. اقعد يا عم كامل دقيقة واحدة بس معلش. خد راحتك. أما ياما جتك خيبة خضتني يا واد. بقول لك إيه يا عم كامل بره استوري نفسك. أنت وأنا إيه؟ شايفني لابسة شفتش؟ تعالى يا كامل خش يا واد. يا ساتر. السلام عليكم. ازيك يا حاجة؟ ازيك يا حبيبي كبرت يا واد. ازيك وازاي ابوك؟ ابويا ايه تعيش انت من زمان؟ قطيع طول عمره بنموت. اقعد يا اخويا اقعد تشرب ايه؟ لا مش هقدر يا ست كل طول عمرك ست كرم. اصل سايب الدكان لوحدها. يلا يا ابني اتصرف شوف فيشه وراكب اللمبه. اقعد انت واقف تتفرج يا واد. اجري اعمل شاي بسرعه. ولع بابور الجاز انا بخاف من الانبوبه دي الزفته دي. ودلوقتي بواجير مش لاقي فيشة. هتلاقي عندك ورقة طبلية. يا صبتي قطيع
تقطع الصور واللي عايزه تصور. يا واد القشره تخينة كده يا حاجه، مش معقول كده، غمضت عينيكي. وانا اعمل ايه في النور اللي هيعميني ده؟ والنبي انت ما انت فاهم حاجه، ابوك احسن منك، عمره لا قال لي فتحي ولا غمضي. يا حاجه ابويا مات وشبع موت، قلت لك الحكايه دي مليون مره. يا اما خلصي بقى، انا عندي شغل. ما تروح يا واد شغلك انت، يعني عامل ايه؟ زي ايه ليتك؟ يعني سيب الراجل لوحده يعني. بص يا حبيبي، هي ثانيه واحده، انا عايز الحاجه بس ما تغمضش، ركزي معايا اهو. استنى هوب. ايوه ابتسمي ابتسمي. ايوه حلوه، ايوه جميل جميل. واحد اتنين تلاته، حلو كده. اشهد ان لا اله الا الله. بتشهد يا روح امك؟ طب اطلع بره يا واطي، اطلع بره، لا اقوم لك اكسره. امشي طلع الواد ده بره. ما خلاص ياما، خلاص بقى ياما. تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضره له جنيه، لكن لا، حار ونار في كلتتك. انت برضه ست طيبه وكمل يا ست الكل، اديله برضه جنيه. ابوك فين؟ الراجل ده ابو مات، وربنا الراجل ده ابو مات، ده شبع موت. نبي ما انتوا فاهمين حاجه. تعالى خد خد، اما اقول لك اخد ايه؟ خد اوام. اخد ايه؟ تعالى بص، 5 جنيه. 5 ايه 5 جنيه. استنى بس، اهم اهم، خد يا حبيبي دول علشان الصور. 5 بس. ايوه يا اخويا ده كتير، ما تتريقش. وده الجنيه اهو دي للواد، معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمه. حاضر ياما حاضر. طيب. انا نازل، عاوزه حاجه؟ ايوه تفوت لي على الواد جابر بتاع السلك. قول له يجي يوصل لي السلك، علشان سامع كده ان في محطه بتجيب احاديث وبتجيب قران. حاضر ياما. أيوة. بكره يكون عندك ان شاء الله. عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار وواحده صغيره، والقطن يكون سكيرته. مش اي قط. فين القطن؟ انا حموت على حته منه. يلا فضلت عمري ليك. بتاخدي معايا نصين كبده انت كمان؟ لا يا اختي، كبده ما بتحبنيش. اختي انا باين نسيت البوك بتاعي في الفرشه هناك. انت يا وليه بتاكلي تاتوره؟ يلا بينا نروح نجيبه بسرعه قبل ما حد يلقط. لا لا لا، انا روح ايه، روحي انت. انت برضه تروحي تشوفي بيتك، روحي لا هاجي معاكي حد يلقط. يا اسمعي كلامي بس، انا كده هجري كده واروح اجيبه واجي. طب هاتي القفص اما ارميه لك في الحوش. طيب يلا يلا. سلام. اجري بسرعه الرب حارسك. اتأخرتي ليا، ما خضتيني عليك. اللي حصل خشي. قلقتيني عليكي ياما، خالتي سعداء قالت لي انك نسيتي البوكي في الجامع. لقيته، ساب الباب مفتوح ليه؟ دي البت سعاد كانت قاعده معايا ونسيت تقفله وهي ماشيه. ايه ده ياما اللي في الكيش؟ مالكيش دعوه، شويه خضره. خشي نامي، مش مكفيكي سهر. يلا اديني داخله اهو. صباح على خير. ماشي من اهلك. جوزة عم يا بيه عبد الباسط والطبلاوي، معايا السوديس. جوزة عم عبد الباسط والطبلاوي. أجزاء السيرة، أجزاء السيرة، أجزاء السيرة يا بيه. خدي. عايز الأجزاء كلها؟ لا لا، دي علشانك، مش 10 ايه. لا يا أخويا أنا بشتغل، حد قال لك إني بشحت؟ خليهم لك. عبد الباسط والطبلاوي.
مالك لو يا بوزك ليه؟ مخنوقة يا أمّا، بقالي ساعتين وما بعتش غير شريط واحد. خدي اديني والنبي شرايط المزيكا. خدي ربنا يفتحها عليكي. يلا ابعت ابعت يا رب. واخد اجازه وقاعد في البيت. ده انت جاحد. عايز نعمل ايه يعني؟ اطلع اسكندريه يومين اغسلنا فوخه. صوره الراجل اللي مات ما بتفرقش عينيا. انت بس عشان اول مره تضرب حد بالنار. اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير ياما بالنار. يا عم ده تاجر مخدرات حلال فيه الموت. في رقبته كوم عيال. انسى بقى ابو صلاح انسى. ازيك يا حاج؟ قولي يا اخويا لحسن من سهد الموضوع ده وعينه ما شافتش النوم. هو بس يغير جو وينزل من البيت ويبقى تمام. اقعد بس اشرب الشاي بتاعك. اه بقول لكم يا اولاد تحبوا اعمل لكم لقمه كده تاكلوها؟ لا متشكرين يا حاجه لسه واكل. شكرا يا امه سيبينا لوحدنا شويه. طيب يا حبيبي. اشرب شاي. انا عرفت ان الراجل اللي مات ليه بنت كبيره هي اللي بتصرف على العيال. اه بنت بتسحب اشارات في جامعه الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع. انا شفتها مره في المراقبه بس كانت لابسه شارب على دماغها ما عرفتش شكلها بالظبط. اه بنت حلوه خلي بالك. وانا مالي حلوه ولا وحشه؟ ابوها مات وخلاها تشيل المسؤوليه. تعال مروق بقى انت مش وراك كليه؟ ما بتروحش ليه؟ ولا كسل؟ لا كسل ايه؟ ده مستقبلي ما انت عارف. طب يلا يا عم بقى عشان تعلق الدبوره وتفرحنا. يا رب. النهارده اول الشهر. ايه في حاجه؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر والنهارده اول الشهر. طب اقعدي جنب التليفون بقى لما يحن عليك. حتى لو حن التليفون مش هيرن، ما دفعناش الفاتوره. بكره هدفعها. كل يوم تقول لي بكره وما بتدفعهاش. الفلوس بتتفق على الفاضي، لا حد بيرن علينا ولا بيرن على حد. طب خلينا قاعدين بوزنا في بوز بعض كده. وبعدين معاكي بقى يا سعديه اقول لك قومي روحي لبنتك ناديه. اروح اعمل لها ايه؟ قطيعه تقطعها هي وجوزها. هتمشي رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مقطوع. تصدق عندك حق. انا هقوم امشي رجليا واروح لها. بابني كلبي ما عندوش احساس. وادي دجني هي لو اتصل. اجيب لك حاجه تاكلها معايا؟ لا هاتي لنفسك. ماشي انت حر. ازيك يا بشار؟ اهلا ياما. خد يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرات البنات خرتك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ خد يا حبيبتي. يا ماما منوره. حمادتك بتحبك تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه اتضايق. انا جايه اتخلى تليفون اخوكي وجايبه اكلي معايا. يا ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحده. امال ابويا بيقول عليها بوشين ليه؟ انا بوشين انا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وانت ما عندكش ذنب. ده ابوك قال كده يا واد يا كذاب. ايوه يا ماما وانت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وانت ساكت. اجيب لك شويه دقه يا ماما. لا يا اختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا اغور من هنا. قوم يا بنت انت وهو قوموا. انا ما عملت حاجه. ابو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا لسه محرج عليك الدين انت وعيالك. يما بقى طلعيه من دماغك بقى يما. مش قادره ادي عليها عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا. اخوكي. الو. ايوه يا حبيبي. ايه اصله ده؟ ده واحده ست. توريني كده. الو بتتكلم خواجاتي. الو اللي سوري سوري ده ليه يا مرات عادل ياما؟ قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه؟ قولي له ان انا مش عايزه اكلمه ولا عايزه اسمع صوته. الو 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 مالك ياما؟ لا ليا بخت لا في وهاد ولا في بيت. تلاقي عادل مشغول ياما انت عارفاه؟ دي مكالمة في الشهر ما
وانا داخله على 14 بس ما عدتش احس. الواد خلاص نسيه. يما ما تقوليش كده، عادل عمره ما هينساكي. وانا نصيبي كده، ابوكي قال انه مش هتصل، انا اللي ما صدقتوش. القصد اما اقوم امشي. ماشيه رايحه فين؟ خليكي قاعده معايا والنبي يا عم. سيبيني على راحتي يا بنتي. طب اجي اوصلك؟ لا يا اختي، خليكي قاعده مع عيالك. بكره اكبر وتشحتي الساعه اللي هتقعديها معايا. بقولك عبد الله، بالليل على 11 كده في نقلة رد، صحصح معايا. بره ولا جوه؟ بص، هما دافعين للحي حق نقلة، وهم خمس نقلات. ايوه كده حركنا، خليها تفك. عايزك بقى ما تجيبش عمال معاك. مهم اللي ارفع الرد. انا هبعت لك عائلين من عندي تدي للنفر فيهم 20 جنيه في النقلة. 20 جنيه كتير. حلو، ما تطمعش. امتى بقى نطلع من عربية الزبالة دي ونشوف لنا حتة عربية أجرة كده ندلعها وتدلعنا؟ هيحصل حلاوة، بس أنت ركز معايا، الحي ده ياما طلع ناس للسما. ياما خد ناس على المجاري وعلى قدي. مين؟ حكومة. صباح. ألو. أه صبوحة. أي عبد الله، الحنة أمي تعبانة أوي. معرفش أنا مالها، الكلب هيخلص. النبي جيني بس. ألو. آه. خلص. يا رب. استحملي ياما. مش قادر يا بنت. رح بتروحي يا بنت؟ حد الشر ياما عني. قومي ياما البسي. مش قادر. قومي البسي، عبد الله جاي هيودينا المستشفى. مش قادر اتحرك يا بنت. قومي ياما، اسم الله عليك. الحقيني يا بنت. اللي جرالك بس ان انت كنتي كويسه. مش عارفه يا اختي. تعالي ياما. مش قادر اقف يا بنت. الحقيني يا بنت اسنديني. ان شاء الله خير ياما، ان شاء الله خير. دكتور قال لي الكلى تعبان. ما صدقتوش. قومي ياما اسندي على قومي يا بنت. اسندي عليا ياما. اه. اعمل لك حاجه تاكليها؟ مش نفس. قومي ياما. يا لهوي. اه. طب البسي ياما. اه. البسي. اه. الحقيقه. اه. البسي ياما. ايه ده يا بنت؟ في الشبشب الاسود. اتقطع مني ياما وانا داخله بالحمام. وانا بتدخل بالحمام هتوديني المستشفى بشبشب احمر يا بنت. معلش ياما. امري لله. استني. أحمر أحمر. يلا يا بنت. البسي يلا. آه. يلا. أمري إلى الله. يلا يلا. آه. ولا قولي لي يا أختي، عامل معاكي إيه؟ بيديكي مصروف؟ هي 10 جنيه يتيم، وعايز يجي يلاقي المحمر والمشمر والطبيخ. قال يعني ما هوش عارف إنها ما بتكفيش حاجة. طب وأنتِ بتعملي إيه؟ هعمل إيه؟ اهو يوم فول بقوطه، يوم فول نابت، يوم عدس، يوم بصاره. اطبخي يا جاريه منين يا سيدي. والواد جمال عامل معاكي ايه؟ اهو عيل، هعمل له ايه؟ بس عينه تدب فيها رصاصه في الراحه وفي الجاي. هعمل ايه يا سناء؟ هروح فين؟ بس يا ايه ده؟ خلاص قلعت الاسود يا ست ساميه؟ لا لا يا اخويا، انا بس كنت بغسل، هقوم اغير اهو. حاضر. ازيك يا سناء؟ نحمده. ايه توك ما افتكرت يا اختي، ساعه ابوك الله يرحمه يعني ما حدش شاف وشك. الدنيا تلاهي يا سعيد، وبعدين على الاقل انا بروح للتربه. اخس عليكي يا سناء، ليه ما بتقوليش نيجي معاك يا اختي؟ اللي عايز يروح ما بيستناش حد. استنى يا سعيد، عايزاه. خير، اتفضلي اتكلمي، مفيش حد غريب. عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراثه، ولا هنفضل نستنى كده كتير؟ اسمع كلامك يا صدقك، اشوف امورك استعجب. منين يا اختي بتروحي له التورب؟ ومنين انت حنينه قوي عليه وبتتكلمي في الميراث وابوك لسه الاربعين بتاعه معداش؟ الحزن في القلب وربنا عالم بالقلوب، لكن كمان على راي المثل، ان كنت اخوات اتحاسبوا. الحساب يوم الحساب يا اختي، أنا مش هفتح بق بكلمة إلا بعد الأربعين، حسب وصية أبويا الله يرحمه. لا هو كان أبوك قالك استنى الأربعين؟ آه قال لي، روحي اسأليه. ماشي يا سعيد، نستنى الأربعين، أهو مش بعيد، ولا أنت مش واخد بالك؟ لا يا أختي واخد بالي، وحاسبها بالدقيقة والساعة والثانية. اسم الله عليك.
فوتوكوا بعافيه. الله يعافيكي. روحتي اتغدي معانا يا سناء. يا اختي ما طلعتش من بوقي صاحب البيت. عزمك في بيت ابوكي؟ انت اللي قلبك كله سواد. ربنا عالم ما في القلوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي. مع السلامه يا سناء. استغفر الله العظيم يا رب. مساء الخير يا اما. اسمها سلام عليكم يا اخوي. انت شايفني لابسه برنيطه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حجه. يا سلام التاريه يا اخويا التاريه. صفيه عامله ايه؟ بعيد عنك يا اما، الكلى بتاعتها مفشفشه. معلش يا اخويا عندها وحده تانية، بس انت قول لها تبطل اكل السوق. عملت ايه يا واد؟ ابطلي المعاش؟ وكان معايا ما اعرفش راح فين. لا ده انت نهارك يبقى اسود. الاسود الابيض. اهم اتفضلي يا اما. ايوه اتفضل. اسمع، لو جرى له حاجه تاني البنطلون مش همد ايدي عليه. ايه ده يا واد؟ دول ناقصين 20 جنيه. ما انا جبت شويه عصير وانا عند مصباح في المستشفى. طب وانا مالي؟ مش نسايبك؟ ادفع انت. لما اقبض هديهم لك. مفيش مرة يا واد تقبض لي المعاش وتجيبه سليم ابدا، لازم تعفرته. يما دول 20 جنيه عمي. 20 جنيه عمي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي. يا رب. هتدعي عليا يا واد. انا بقول يا رب، ما اقولش يا رب. ال 20 جنيه دول يكونوا عندي بكرة. هيكونوا عندك بكرة وفوقيهم بوسة. بوسة؟ لا انا كنت فاكراك هتقول لي فوقيهم 20 جنيه زيهم. انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور. وادي البنطلون. سيبيني انام شوية بقى الله يكرمك. انام انام. هات الراديو ده يا واد. لا هات الراديو. اتفضلي الراديو. على مهلك. يا مولاي. ايه يا اما في ايه يا اما؟ يا جابر لخبطت لي يعني في حدوته الجهاز. ما قلت لك هجيبهولك، بس مستني اوقع لك حته فرطه حنينه كده. يا عم خلص، ما كانش جهاز. الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته، يعني هتعيش براحتك كمان. طب بقول لك ايه؟ انت عايز يعني وصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده؟ انا هركب لك وصله للجهاز ده اخليه يطير يعيش من كتر السرعه. طب يلا خش. ولا ايه؟ عايزين نعمل صفحه فيسبوك يا عم. ما تعمل يا عم انت صغير، ما انت خلاص بقيت عفريت نت. انا عملته محدش بيلغيني. ايه يا ابني، ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء. انت شكلك مش عامله بالعربي. لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغية. والله بس كده نعمله بالعربي سهل. ابوك ايه النت ده؟ هياكلنا ولا هشربنا؟ يا عم انا وديت الشغل خالص. طب مش تقول انا سايبني دماغي عماله تروح يمين وشمال. اقول يا ترى الولا راح فين؟ كنت جاي جاي. ما انت لو مش فاضي يا ابني قول اجيب سواق ماشي الشغل. خلاص يابا همشي. خلاص ايه؟ ايه 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 في ايه يا بركه؟ انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجي خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني. خلاص يابا الله ما تقولش على ابوك. يالا يلا روح شوف شغلك. يلا يلا. شفت الولا بيتبوا ازاي؟ ما تروق يا عم، ما كل العيال بتقلع. اغفر الله العظيم. تعال نشوف شاي. لا 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 خلاص روح شوف يا عم. تعالى تعالى نشوف سيجارتين. معاك؟ معايا. يلا تعال. يلا ولا هات كرسي. يلا حاضر. يلا ارتاح يا معلم بركه. روح يلا ننشأ بسرعه. يلا حاضر. عاوزك في استشاره. تحت امرك اخويا. اقول دلوقتي انا اعمل اعلان وراثه ولا ما اعملش؟ انا مش عايز اغلط، عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه. انت مش قلت ان ابوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف. لا طبعا ايه، بس بسيرهم بيعرفوا برضه. اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم. طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه؟ لا المعاش ده من حق مراته. يبقى تاخد حقها. يبقى تعمل اعلان متواصل. الله يفتح عليك. انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته، محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله. طبعا. طلع. طلع ايه؟ سيجارتين. اه
خالتي يا خالتي خلاص بقى كويس. وهدي معقولة يا بنتي؟ أسيبها وامشي. روحي انت يا بنتي، تعبانة من امبارح. اروح فين بس؟ المية يا اختي المتلوثة هي السبب. ده انا لما باجي اشرب بشم ريحة مجاري. وامك دي ايه؟ عبيطة تسيب نفسها لحد ما توصل لكده. ما بيا خالتي ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي. صباح. انا جبت لك العصير والجبن. ها؟ وجبت لك انت جبنة مثلثات اللي بتحبيها. تسلم يا عبد الله. روح انت عشان شغلك. طب مش عايزة فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا. يا بت. معايا والله. انا مش عايزك تقلقي، الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسة. بإذن الله هتبقى كويسة. يا رب يا عبد الله. ان شاء الله هتبقى كويسة. طيب انا هحافظ عليك بكره الصبح. ها بكره الصباح خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل. حبيبي يا عبد الله، فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن؟ طبعا انا بقيت فاكر، انا النهارده مسؤوله مني في كل حاجه. خلاص خلاص بكره الصباح. ما فيش حاجه نقطعها صغيره بس. انت رايق. مش عارف. يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا. لا يا اما. الله يا واد انت نتنت. يلا خلصوا. ما ترد يا بنتي. طب يكلمني بعدين. الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتاجر فيه؟ دول تلات حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه. هبقى ابيعهم واتصدق على روحي. إذا كان كده ماشي. كفاية هنا بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجيلي بالليل ياخد البضاعة ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. أيوة صلاح باشا. لا معلش اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. نزل الفل. انت بتكتبها الراجل كده ليه؟ صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصيه عليك. لا ده انا شايلك لي العوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي انا حر. يا بنتي حرام عليك، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا شغل واخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قولوا خلص. بكره هتستلم 500 لمبه هتسلمهم من قسم التركيبات، دول هركبهم في لمبه الحي كله وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام. هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم حبيب قلبي. ايوه امر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنيلي استني Come on.